يوسف مع حضراتكم طبعا، ويوسف بيشوف العزل واختبار العزل ويعني بهيص فيه. يوسف مفكره مثلا شاطئ من شواطئ الغردقه او في جمصه. مفكر نفسك في الغردقه يا يوسف ولا في جمصه؟ انت كده يعني بتهيص في الميه وفرحان بالميه. ويوسف اصر ان هو ينزل في اختبار العازل ده، وبيحيي كل متابعي الصفحه وكل متابعي القناه، وتحياتي لحضراتكم. وده فيديو بخصوص عزل مطبخ، اختبار العزل في المطبخ للدور الارضي. الدور الارضي بيتعزل؟ اه بيتعزل، وكمان في الارضيه بتاعته بتتعمل ارضيه يعني خرسانه، بتتعمل فرشه حديد وخرسانة على اساس الاساسات ما تريحش عشان السيراميك ما يريحش. وبنعزل ليه في الارض حضراتكم؟ بنختبر العزل بافضل انواع العزل سيكا 107 طبعا حضراتكم، عشان خاطر خلاص وقف يا يوسف عادي مفيش مشكله لو انت حاسس ان انت تعبت حبيبي كده، عشان خاطر بس الاساسات ما تضحش معانا ويبقى اسملات والاساسات سليمه، وما حصلش ان ممكن يبقى فيه تسريب يدور الاساسات بتاعتنا دي. عشان كده احنا بنعزل. وبنحييكم مره ثانيه من قناتنا عالم السباكة احمد ضيفي، وعلى صفحتنا عالم السباكة احمد ضيفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع اصغر سباك محترف، السباك يوسف، بحييكم. يلا ابعت كده حاجة لاصدقائك يا يوسف. ايوه كمان تاني، اكيد كلكم مش حدش هيقصر مع يوسف بالذات عشان تدوا لايك للفيديو. عاوزين يدوا لايك للفيديو يا يوسف؟ قول لهم كده ادوني لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع. لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.